وللمزيد ينضم إلينا زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود أهلا بك، وضعنا في تفاصيل هذه الاحتفالية. نعم أهلا بكم يوسف وإيمان وبكل السادة المشاهدين وبكل سيدات وأمهات وعظيمات مصر، كل عام وكل الأمهات بخير. يوم هام للاحتفال بالأم المصرية، لذلك تحرص دائما الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيم هذه الاحتفالية كل عام لتكريم السيدات المبدعات في أكثر من مجال، وأيضا تكريم الأمهات المثاليات داخل الهيئة. لذلك كانت هذه الاحتفالية اليوم التي كرمت فيها الهيئة عدد كبير من السيدات المثاليات، هذا التكريم كان على عدة فئات أو مراحل. المرحلة الأولى وهو المستوى القومي، تكريم عدد من السيدات الناجحات في مجالات مختلفة كالفن والرياضة والسياسة والثقافة، وكان عدد يعني هؤلاء السيدات أيضا 12 سيدة من مجالات مختلفة. ثم المستوى الثاني وهو تكريم الشخصيات المتميزات، السيدات المتميزات في أكثر من مجال على مستوى الأقاليم والمحافظات المختلفة، وهذا كان جزء مهم داخل الاحتفالية، هو الاهتمام بالسيدات والأمهات في مختلف المحافظات، محافظات الصعيد وأيضا محافظات الوجه البحري. فكان هناك تكريم 12 سيدة أيضا متميزات، وأيضا أثرنا في هذه المحافظات من خلال التعاون مع وزارة الثقافة في المجالات الثقافية وتنمية المجتمع من خلال عدد من المجالات المتنوعة داخل المحافظات. نعم. ثم التكريم الآخر كان للأمهات المثاليات والاعتباريات داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، 30 أم يعني تم تكريمهن في داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة طبعا إلى احتفالية فنية كان بها عدد من الأغاني الاحتفالية التي تعبر عن كل الشكر والامتنان للأمهات المصريات وللسيدات العظيمات. السيدات المكرمات أيضا وجهنا الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمرأة وحرصه دائما على تكريم المرأة وتمكين المرأة في كل المجالات المختلفة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا أيضا، تقديرا وتكريما لهذا الدور. فمثل هذه الاحتفالات تكون فرصة هامة لتقديم الشكر والحب والامتنان لرمز العطاء والكفاح المرأة المصرية. فهذه فرصة أيضا أن أقول لأمي كل عام وأنت بخير، وكل عام وكل نساء مصر بألف خير، ودائما يعني نحتفل ونكرم الأمهات المصريات كل نعم. عام أيضا يعني عودة إليكم مرة أخرى، وكل عام وإيمان أيضا بخير. كل عام وأنت بخير. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.